استمرار معارك الرق وقوات سوريا الديمقراطية تفتح جبهات جديدة ضد داعش. تقدم القوات العراقية بمعارك الفلوجة وأخبار الآن ترصد دور العشائر فيها. وفي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 27 مليون شخص في العالم مدمنون. مساء الخير مشاهدينا، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من استوديو الآن نقدمها لكم مباشرة من دبي. نبدأها بموجز لآخر الأخبار، نبدأه بالشأن السوري، حيث وصلت إلى قاعدة الميلان الجوية في الحسكة قوة من مشاة البحرية الأمريكية المارينز قوامها 250 جنديا على متن طائرات شحن خاصة حملت إلى جانب الجنود أسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة. ناشطون أكراد أشاروا إلى نقل جزء من تلك القوة الأمريكية إلى مدينة تل أبيض للإشراف على سير المعارك التي تقودها قوات سوريا الديمقراطية ضد داعش في ريف الرقة الشمالي. ووسائل إعلام أمريكية قد كشفت نهاية الشهر الماضي عن وصول نحو 150 جنديا أمريكيا من بينهم ضباط إلى مطار روميلان في الحسكة الواقع تحت سيطرة وحدات الحماية الكردية التي تتزعم قيادة قوات سوريا الديمقراطية. أعلن سجناء السيطرة على سجن حما العسكري وسط سوريا وأسرى عدد من أفراد الشرطة، واتهم معتقلون اتهموا نظام الأسد بعدم الالتزام بالإفراج عن العدد المتفق عليه خلال الهدنة التي توصلوا إليها في وقت سابق. وأشارت مصادر إلى أن النظام قطع المياه عن السجن بعد سيطرة السجناء عليها، وقالت إن الوفد المكون من قائد شرطة حما وعميدين وصلوا إلى السجن للتفاوض مع المعتقلين، ويطالب السجناء بالإفراج عن نحو 500 معتقل وفق هدنة اتفقوا عليها مع النظام. أكد المبعوث الدولي لسوريا ستيفان ديمستورا أن الطريق البري هو الأفضل لإدخال المساعدات في سوريا، لافتا إلى أن خيار إسقاط المساعدات جوا الآن صعب جدا يعود لعدم القدرة على المخاطرة. وقال ديمستورا في مؤتمر صحفي له اليوم في جنيف أن هناك تقارير تفيد بنقص حاد في تغذية الأطفال في منطقة المعظمية جنوب سوريا. ومن جانبه قال نائب المبعوث الدولي إلى سوريا يان إيغلاند أن الأمم المتحدة وصلت فقط إلى 160 ألف مدني في سوريا خلال مايو الجاري، مضيفا أن مشكلات عديدة تمت مواجهتها في إدخال المساعدات. نجحت القوات العراقية في تطويق مدينة الفلوجة من جهتيها الشمالية والشمالية الشرقية بعدما فصلت قضاء الكرمة والمناطق الممتدة من جنوبها باتجاه الشرق المحاذي للعاصمة بغداد بعد قتال شرس مع داعش. بذلك تنتظر القوات العراقية اكتمال الطوق من بقية المحاور القتالية قبل البدء باقتحام المدينة. هذا وأعلنت القوات العراقية قطع معبر أبو الشجل بالكامل عن مسلحي داعش وسيطرت عليه ضمن المحور الشمالي لعملية تحرير الفلوجة. من جهة أخرى أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 800 شخص فقط تمكنوا من الفرار من مدينة فلوجة منذ بدء العملية العسكرية الكبرى لاستعادة السيطرة عليها، بينما يعاني السكان العالقون فيها من ظروف معيشية رهيبة. وقالت ليز جراند منسقة البعثة الأممية للشؤون الإنسانية في العراق إن الأشخاص الذين تمكنوا من الفرار من المدينة المحتلة من قبل داعش أفادوا بأن الغذاء محدود داخل المدينة ويخضعوا إلى سيطرة مشددة، كما أن الدواء نفذ فيما تعتمد كثير من الأسر على مصادر مياه ملوثة وغير آمنة لعدم توفر خيار آخر. لقي ما بين 20 إلى 30 شخصا مصرعهم في حادث غرق جديد وقع قبالة السواحل ليبيا. وقال الناطق باسم القوة الأوروبية البحرية لمكافحة المهربين إن طائرة استطلاع تابعة للوكسمبورغ رصدت على 35 ميلا من الساحل الليبي زورقا يغرق وحوالي 100 مهاجر إما في المياه أو متمسكين بهيكله. ويقدر عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى موانئ إيطاليا الجنوبية حتى هذا الوقت من العام بنحو 40 ألف مهاجر. قالت الشرطة الأمريكية إن شخصا قتل وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بعيارات نارية في حادثة إطلاق نار داخل قاعة للحفلات في مدينة نيويورك، حيث كان مغني الهيب هوب تي أي يؤدي استعراضا غنائيا.
وتم نقل الجرحى إلى المستشفى وحالتهم الطبية حرجة، ولم تعتقل الشرطة أي شخص على خلفية الحادثة، كما لم تتوفر على الفور أي معلومات أخرى. انتقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما كوريا الشمالية معتبرا أنها مصدر قلق شديد، ذلك بعد لقائه قادة دول مجموعة السبع على خلفية تصاعد التوتر نتيجة إجراء بيونغ يانغ سلسلة من التجارب النووية. وقال أوباما على هامش محادثات مجموعة السبع التي تجري في اليابان إنه ربما لا تكون كوريا الشمالية بالضرورة مصدر التهديد الوشيك، وإنما يشكل تهديدا على المدن المتوسط ويجب الانتباه إليه. حوار استراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا وتأكيد من الطرفين على ضرورة الحل السلمي بسوريا، هذا ما سنتابعه بعد الفاصل. مشاهدينا ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. معركة تحرير الريف الشمالي محافظة الرقة بدأت بعدما أعلنت عنها قوات سوريا الديمقراطية بمشاركة 31 فصيلا عسكريا يقدر عدد مقاتليهم بنحو 6000 مقاتل. القوات أحرزت تقدما ملحوظا وسيطرت على عدة قرى إضافة إلى مزارع بعدما كانت محتلة من قبل مسلحي داعش. في هذه المعارك يشارك جنود أمريكيون، وبحسب قادة الميدانيين فإن هؤلاء الجنود يشاركون في الاقتحامات والعمليات التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية. معركة من ثلاث محاور تخوضها قوات سوريا الديمقراطية ضد تنظيم داعش في الريف الرقة الشمالي بدعم جوي من طائرات التحالف. بدأت المعركة من بلدة عين عيسى ولواء 93 باتجاه المعقل الرئيسي لتنظيم داعش. واستطاعت قوات سوريا الديمقراطية في غضون 40 ساعة تقدم نحو 7 كيلومترات، وحررت عدة قرى ومزارع تابعة لها من دون مقاومة تذكر من مسلحي التنظيم. نحن موجودون الآن جنوب عين عيسى، حررنا ما يقارب 5 كيلو جنوب عين عيسى، حررنا الحمد لله 10 قرى، وقادمون الى الاكثر ان شاء الله لتحرير الرقه كامله، ريف الرقه كقرى تل السمن والهيشه واكثر ان شاء الله. لن نوجد مقاومه من تنظيم داعش الارهابي ولا بشكل كان. عم نمشي باتجاه 3 محاور، مسافه من 50 ل 60 كيلومتر باتجاه محافظه الرقه. وهلا اخذنا الهيشه واخذنا 3 لبان والحدريات، ونحن وحده حمايه الشعب متقدمين باتجاه محافظه الرقه. قادة ميدانيون أكدوا وصول أسلحة متطورة من التحالف الدولي إلى قوات المشاركة في هذه المعركة التي يقاتل فيها 31 فصيلا عسكريا يقدر عدد مقاتليهم ب6000. الصعوبة شوي عملاقية بالألغام، زرعين الأراضي كلها ألغام، يعني ما في مقاومة، عم يهربوا. القوات الأمريكية هي عم تشارك معنا بالاقتحامات ومع الطيران كمان. طبعا جبال بده يكون في اختلاف، لان في تواصل مع الطيران مباشره. لم تحدد بعد المساحات التي ستشملها المعركه، لكن مصادر خاصه قالت ان المعارك ستستمر حتى بلده تل السمن التي تبعد 30 كيلومترا شمال الرقه. بالرغم من هذا تبقى الاحتمالات مفتوحه، يحددها سير المعارك على الارض. حصلت اخبار الان على صور حصريه لاسر افغان كانوا يقاتلون جنوب سوريا في لواء الفاطميين وتم أسرهم من قبل الجيش السوري الحر في درعا. طلب هؤلاء بأن يتم مبادرتهم بعد رفض نظام الأسد لمبادرتهم. سخي ميرالاغولي اسم فرزند محمد حسين افغانستان مزار شريف يكاز اساكري. اسمي سخي مير الله ابن محمد حسين مزار شريف من لواء الفاطميين. لقد تم أسرنا في إحدى المعارك في سوريا. نناشد بشار الأسد وحكومته ولواء الفاطميين مبادرتنا. تقوم طائرات بشار الأسد بقصف المكان الذي نحن فيه. هناك أطفال ونساء مدنيون. هناك خطر على أرواحنا وأرواح الجميع. هذا أمر غير لائق. لماذا يريد قتلنا؟ لماذا لا تتم مبادرتنا؟ نناشد أن تفكر بالأطفال والنساء وبنا أيضا وبنسائنا وأطفالنا. نحن أتينا من أجلكم. ميخايم كي مرة تبادلة كنيد إبن داي خدام ميخاين.
بسم الله الرحمن الرحيم. عناية الله حسيني فرزان. اسمي عناية الله حسيني ابن موسى أفغاني من مدينة مزار شريف. كنت أقاتل مع جنود بشار الأسد. لقد تم أسري في بصرى الحرير. بشار الأسد يريد قتلنا هنا ولا يريد مبادلتنا. أقول لوفيق ناصر، كنت تقول لنا أنك تحبنا نحن الأفغان، ولكن أصبحنا الآن بلا قيمة لك بعد أن وقعنا في الأسر. $200 أرزش نظراً. إلى ذلك قال إبراهيم الحريري المسؤول الأعلامي عن ملف الأسر الأفغان الذين تم اعتقالهم خلال محاولتهم اقتحام مدينة بصرى الحرير العام الماضي، قال لأخبار الآن إن نظام الأسد رفض مبادرتهم بمعتقلين في سجون نظام الأسد، وأكد أن العميد وفيق ناصر رئيس فرع الأمن العسكري في درعا رد عليهم بالقول خذوهم، عندنا منهم الكثير وسعر الواحد منهم $200 أمريكي كما جاء على لسانه. بتاريخ 20/4/2015 حاولت القوات الإيرانية المدججة بالسلاح اقتحام مدينة بصر الحرير لاحتلالها وقتل شعبها، إلا أن الحمد لله رب العالمين تصدى لها الأهالي وقتلوا منهم أكثر من 490 جندي في هذا المكان، وأسروا أيضا مجموعة من الأفغان المرتزقة وهم مدججين بالسلاح، عسكريون مدججون بالسلاح أسروهم في هذا المكان. اليوم نحن نناشد المجتمع الدولي أن يتدخل، ونناشد الشعب الإيراني ونطالب الحكومة الإيرانية بالتدخل لفك هؤلاء الأسرى الأفغان المتبقين لدينا من أجل مبادلتهم بمعتقلين ومعتقلات لنا في سجون النظام، ونحيطهم علما بأن النظام رفض أن يبادل بهم، وقال بالحرف الواحد الجنرال العميد وفيق الناصر قال بالحرف الواحد نحن لا نريدهم، خلوهم عندكم، اقتلوهم، عندنا منهم كثير، سعر واحد $200 بإمكاننا نجيب بعد أكثر من هؤلاء المرتزقة. حاول النظام أكثر من مرة قتلهم عن طريق الطائرات والمدفعية والبراميل، والحمد لله أنهم نجوا بأرواحهم. اليوم نحن قد لا يعني لن نضطر إحالتهم إلى محكمة ميدانية، وربما يتم قتلهم لأنهم عسكريون مدججون بالسلاح ويرفض النظام وترفض إيران ربما مبادلتهم بالمعتقلين. لذلك نضع هذا الملف بين يدي المجتمع الدولي وبين يدي الحكومة الإيرانية والشعب الإيراني. من سيقتل هؤلاء ليس أهل بصر حرير، من سيقتلهم هو من يرفض أن يبادلهم بمعتقلين وأسرانا. قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا لم تتمكن من تجاوز الخلاف حول مصير الأسد في المفاوضات السورية، في حين أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ضرورة التزام كل الأطراف بالقرارات الدولية كطريق وحيد للتوصل إلى حل الأزمة. أضاف الجبير في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في العاصمة الروسية موسكو أن على الأسد وقف الأعمال القتالية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. عبر الهاتف مباشرة من أبها من السعودية ينضم لنا الدكتور محمد الزلفة عضو مجلس الشورى السعودي سابقا. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. دعنا نبدأ من الشق المتعلق بالملف السوري. رغم أن هذه المحادثات لم تتجاوز ربما عقدة مصير الأسد، إلا أن هناك اتفاق خليجي روسي بضرورة الحل السلمي، ماذا يعني ذلك في سبيل الحل الأزمة السورية؟ بتصور أن الأمر واضح بالنسبة لدول مجلس التعاون لمفهومها للحل السلمي المتفق عليه في جنيف واحد والمتفق عليه في فيينا، وأنه لا حل سلمي إلا لما تم الاتفاق عليه. حكومة سورية ليس للأسد فيها دور، انتخابات قادمة، حق الشعب السوري أن يختار هو بنفسه ما يريد، الحفاظ على وحدة التراب السوري، الحفاظ على المؤسسات السورية من الانفلات، القضاء على جميع مصادر الإرهاب. فالأمر واضح بالنسبة للمفهوم الحل السلمي، وأيضا مدعومة بالقرارات الدولية لمفهوم الحل السلمي. نعم، هذا الاجتماع أيضا ربما أظهر ملامح لتطوير علاقات دول مجلس التعاون الخليجي مع روسيا، أين سيكمن ذلك وأهمية تطوير هذه العلاقات؟ أنا أعتقد أن دول مجلس التعاون حريصة على أن تكون علاقتها مع روسيا علاقة جيدة. روسيا دولة كبرى وعضو في مجلس الأمن، دور السياسة الروسية بكل أسف في
القضية السورية دور سلبي، ولذا ربما أن وجود مثل هذه المحادثات بين المملكة ودول التعاون مع روسيا ربما يسهم بقوة في الحلال السلام المنشود في سوريا على ضوء القرارات الدولية وعلى ضوء جنيف واحد. فروسيا دولة فاعلة، وهذا ما تعمله دول مجلس التعاون، وربما روسيا أيضا تنظر إلى مصالحها في المنطقة، ليس مرهونا بما تدعمه تدعيمها المطلق للأسد الذي هجر شعبه والذي قتل شعبه والذي دمر مدنه. هل أنا أعتقد أنه أصبح أمر محرج لروسيا أن تستمر فيما تقوم به في سوريا؟ طيب، فيما يخص هذه النقطة بالتحديث من حيث انتهيت دكتور، وهو تمسك روسيا بالأسد وعدم ربما رغبتها في التطرق لمصير الأسد في أي من المفاوضات، معتبرة بأنه موضوع الأسد غير قابل للنقاش، هل في ضوء كل هذا، في ظل هذا، هل يمكن لهذه العلاقات ما بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا وهذا التعاون أن يستمر؟ الدول مجلس التعاون يعني يأملون أن روسيا تغير من سياساتها تجاه يعني رهن سوريا بوجود الأسد. روسيا بكل أسف تقوم بما تقوم به نكاية بالولايات المتحدة الأمريكية وأيضا نكاية بتركيا، ولكن هذا على حساب الشعب السوري وعلى حساب الأمن والاستقرار في المنطقة. فأنا أعتقد أن روسيا ربما تصل إلى قرارات مع نفسها، قناعة مع نفسها، لأنه ربما يتطور الأمر وربما تتضرر من الأوضاع في سوريا. المنطقة بصفة عامة تتضرر من استمرار الأوضاع في سوريا، ولذلك روسيا ربما تجد نفسها في يوم من الأيام معزولة سياسيا إلا من خلال نافذة الحفاظ على الأسد. وهذا أعتقد الأساس الروس لن يستمروا على هذا ولن يقبلوا لأنفسهم أن يستمروا في علاقاتهم مع منطقة مهمة ومع أوروبا ومع العالم فقط من خلال الاحتفاظ بنظام يعني غير شرعي، نظام بشار الأسد. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا من أبها الدكتور محمد الزلفة، عضو مجلس الشورى السعودي سابقا، شكرا لك. فقرة استوديو الآن مستمرة مشاهدينا فيها بعد قليل. شواهد فظيعة عن القاعدة في اليمن على لسان أحد مشايخ حضرموت. أهلا بكم من جديد. ضمن معركة تحرير الفلوجة حررت القوات العراقية مدعومة بأبناء الحشد العشائري عدة قرى في محيط مدينة الفلوجة، حيث تتقدم القوات من المحور الجنوبي للعمليات بعدما أعلنت الحكومة العراقية منذ أيام بدء المعركة بمشاركة ميليشيات الحشد الشعبي ودعم من طائرات التحالف. المزيد من التفاصيل عن آخر تطورات معركة الفلوجة في تقرير مراسل أخبار الآن معاد الضيغمي. عمليات عسكرية عنيفة تشهدها الفلوجة من محاور عدة بعدما طوقتها القوات العراقية المشتركة من كافة الاتجاهات تمهيدا لاقتحام المدينة المحتلة من قبل مسلحي داعش. تحتدم المعارك على المحور الجنوبي للعمليات، حيث حقق الجيش العراقي مدعوما بالحشد العشائري من أبناء الأنبار تقدما ملحوظا. تحرير منطقة الجعارة من قبل اللواء الثامن ومنطقة البو أحمد من قبل لواء المشاة 30. استطاعت القطعات من تكبيد العدو خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات، وتم الاستيلاء على أسلحة تركها مهزوما وولى هاربا. دور تكتيكي بارز أدته تشكيلات الحشد العشائري بإرشادها قوات الجيش إلى الطرق الفرعية بين القرى الخالية من الألغام والعبوات الناسفة، فضلا عن مهمتها القتالية إلى جانب القوات العراقية. دورنا نعرف طبيعة الأرض اللي موجودة هنا، بالنسبة للقوات الأمنية ما تعرف الطرق اللي موجودة هنا، تعرف بس الطرق اللي موجودة الرئيسية، والطرق الفرعية اللي موجودة أكثريتها ولد العشائر اللي موجودين هنا يعرفونها. يعني شلون نقول حتى من يسلك طريق ثاني يعوف الطريق الرسمي ويسلك غير طريق يفتح بالبلدوزر أو بالشفل المصفح
موجودين من يحرر المنطقة اللي موجودة قدامه. تدري الأغلبية نظل ماسكين الأرض. حالة من التخبط بين قادة داعش ومقاتليه، فمع كثرة الجبهات المفتوحة ضد التنظيم في العراق وسوريا وتكثيف طاراتها على معاقله، بات التنظيم أقرب إلى الانهزام، وبات مسلحوه يهربون من المعارك تاركين مواقعهم من دون مقاومة. داعش بدأ بالهزيمة بالضعف، اليوم قل حتى سلاحه، حتى عتاده ما عنده، ولهذا السبب اليوم توجهوا للفلوجة والجسر سدوه، وهروب داعش ما ظل بهاي القرى، وهسه احنا جاي نشوف حتى ماكو تعرض من قبل داعش. مكاسب مهمة حققتها القوات العراقية على المحور الجنوبي للفلوجة التي تواصل تقدمها من خلاله نحو مركز المدينة، مدعومة بأبناء العشائر وغطاء جوي من طائرات التحالف التي أدت دورا أساسيا في استهداف مفخخات داعش التي يعول عليها كثيرا لإيقاف تقدم القوات المشتركة. من أطراف مدينة الفلوجة لأخبار الآن، معاذ الضيغمي. وينضم لنا عبر الهاتف مباشرة من الأنبار العميد أحمد البيلاوي، قائد المحضر الشرقي للحشد العشائري. سيدة العميد مساء الخير، أهلا بك معنا. ماذا يجري على الأرض؟ أين تقدمتم؟ في أين المحاور؟ كيف تسير العمليات العسكرية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وأنتم تتابعون الحدث معنا. حقيقة لقد تم محاصرة مدينة الفلوجة من جميع الاتجاهات بعد أن ضربنا معاقل داعش المجرم في جميع المدن المحيطة بمركز الفلوجة. لم نواجه صعوبة، وإن كانت المعارك هناك قوية ولكننا لم نواجه صعوبة، وبفضل الله لم نعطي خسائر إطلاقا لأنه تدربنا ومارسنا على حرب المدن. الآن نحن بالقرب من 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 مدينة الفلوجة، ولكن الإيعاز من القائد العام للقوات المسلحة أنه نفتح ممرات أكثر من ممرين ثلاثة حتى يخرج أكبر عدد من العوائل، ومن ثم إن شاء الله نقتحمها. نحن جاهزون إلى العدة والعدد، وليس من صوب الفلوجة فحسب، أما لأننا دخلنا إلى منطقة الجزيرة التي هي أيضا محور رئيسي يربط بين الفلوجة والجزيرة، وأيضا لدينا تقدم كبير. ما هي إلا أيام إن شاء الله وستحسم المعركة في الفلوجة وفي الجزيرة بآن واحد. طيب، التعاون ما بينكم كأبناء عشائر، ما بين الأبناء هذه العشائر والقوات العراقية، منوع الدعم المقدم من الطرفين لنجاح العملية العسكرية، أيضا أبناء الفلوجة كيف يدعمون هذه العملية؟ نعم، لقد تطوع أكثر من 10,000 من أبناء الفلوجة، أما الناس اللي المتواجدين داخل الفلوجة فهم هم الذين يوصلون لدينا المعلومات عن تحركات داعش المجرم، وقد قام التحالف بضرب أكبر 3 أوكار لداعش المجرم في الفلوجة. هو كل هذا بسبب تعاون أبناء الفلوجة المتواجدين هناك. طيب، المسؤولية العسكرية عليكم كبيرة، لكن ماذا بالنسبة للمسؤولية الإنسانية أيضا فيما يخص تأمين المدنيين لعبورهم عن طريق الممرات الآمنة، وأيضا إنقاذهم من السقوط في أيدي داعش كدروع بشرية؟ احنا توجيهات القائد العام للقوات المسلحة أنه نفتح ممرات حتى يخرج أكبر عدد من أبناء الفلوجة، فقمنا بهذا العدد وأمنا لهم المكانات وأمنا لهم جميع وسائل الراحة لهم، ما أن يخرجوا. التعاون كبير بيننا كصفوف أبناء حشد والجيش العراقي الأبطال وجميع الصنوف الأخرى التي هي الآن تقاتل معنا. لدينا اتفاق مباشر وبرامج عالية الجودة. الآن لن ننتظر إلا خروج أكبر عدد من المواطنين الأبرياء التي كانوا في قبضة داعش المجرم، قد استخدمهم دروع بشرية له. ما أن ننجز هذا الأمر إلا ونقتحم الفلوجة خلال 48 ساعة. لدينا الخطة
تصير الفلوجة بالكامل. طيب الخطوات داعش أو بماذا يقوم من أجل المقاومة؟ يعني نعلم بأنه التنظيم لا يتهاون في استخدام أي أعمال أو أي خطوات إرهابية، إن كان عن طريق الأهالي كدروع بشرية أو عن طريق المفخخات أو ما إلى ذلك من أعمال التنظيم. كيف تواجهون أي خطوة يخطيها داعش للمقاومة؟ داعش لم يترك أي عمل إلا وقام به. داعش استخدم معنا القذائف، استخدم معنا جميع الأمور الأخرى. داعش قبل يومين قتل بعض من المواطنين لأنه توقعه أنه ينطينا بعض المعلومات. داعش استخدم جميع الوسائل الرخيصة التي يريد بها إيذاءنا وإيذاء الجيش ومن معنا، ولكن بفضل الله لدينا الخطط الكافية والكاملة، وقد سيطرنا وتلافينا هذا الموضوع بكل بساطة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. معنا العميد أحمد البيلاوي، قائد المحضر الشرقي للحشد العشائري، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من الأنبار. في الشأن اليمني، وبعد ما حدثنا يوم أمس الشيخ عادل بن سالم بن حامد النهذي من مشايخ قبائل نهد حضرموت عن الضرر الكبير الذي ألحقته القاعدة بالنسيج المجتمعي اليمني، يطلعنا اليوم في حديثه الحصري لأخبار الآن على بعض الشواهد الفظيعة لارتكابات القاعدة بحق عدد من المواطنين اليمنيين. كما يؤكد الشيخ النهذي أن كل القطاعات الحيوية في المناطق التي احتلتها القاعدة مشلولة. والله أنا أعتبر كل أعمال القاعدة بدون استثناء هي انتهاكات، انتهاكات شرعية، انتهاكات للعرف الدولي والقانون الدولي، انتهاكات للأعراف القبلية، انتهاكات للعادات، انتهاكات لما عرفه المجتمع سواء اليمني أو العربي أو الإسلامي عامة. وهناك كثير من الانتهاكات، من ضمنها لا حصر إنما اعتداءهم على جنود في محافظة حضرموت في منطقة شبام، بالضبط شبام حضرموت التاريخية، شبام السلم والأمان والإيمان. يتعرض مجموعة من القاعدة، يعترض سيارة نقل عام تنقل عدد من الجنود الأبرياء المجردين من السلاح وتذبحهم كذبح الأغنام، وهذا عمل شنيع جدا استنكره الجميع. وعدة أشياء من ضمنها اختطافهم لشخصية ضابط معروف في الأمن وبالضبط في المرور، الأخ النميري رحمة الله عليه من أبناء لحج، تم اختطافه من منطقتنا بالضبط مديريتنا به القطن، واعتدوا عليه ومثلوا بجثته، وأروا الناس شيء لم يتوقعه البشر أن يفعله إنسان. والله لو رميت جثته للوحوش لما صنعوا به إلا ما صنع به أعداء الله. لا، جميع القطاعات تأثرت، ولا نتكلم عن قطاع السياحة الذي تأثر منذ سنوات في اليمن، ولا نتكلم عن قطاع الاستثمار الذي تأثر منذ سنوات أيضا، ولكن نتكلم عن ما تأثر بان الحركة الانقلابية هذه وفي فترتها أو ما قبلها بفترة بسيطة. تأثر الجانب التعليمي لتقطعات، ويعني تعرض المدارس والجامعات وجميع مراحل التعليم إلى التوقف المفاجئ والتوقف المبرر وغير المبرر. كذلك يعني أثر على الجانب التعليمي هذا. في الجانب الاقتصادي أثر عليه كثير. وفي الجانب الصحي مثلا، نضرب مثال غياب أو مغادرة الكادر الأجنبي، الكادر الأجنبي اللي متواجد في المستشفيات اليمنية غادر بوجود القاعدة وبوجود عدم الأمن. والجوانب كثيرة لا نستطيع أن نحصرها في عجالة يعني من الوقت، ولكن باختصار هي ضربت الاقتصاد اليمني والمحاصيل الزراعية تبع لهذا الشيء، وهي ومن أسبابها أسباب يعني اللي تعرضت لها عفوا يعني عدم وجود سيطرة القاعدة على مواني اليمن أو حضرموت بالذات، منع استيراد المحروقات التي بدورها أدت إلى توقف الزراعة توقف كامل، وكذلك
عدم استطاعة المزارع تسويق منتجاته في حالة أنه ينتجها، فأدى ذلك إلى توقف كامل أو شلل كامل للاقتصاد والزراعة في وقت واحد. فاصل قصير مشاهدينا ونعود مع فقرة سجل الآن، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. لأننا نهتم برأيكم مشاهدينا ونحرص على مشاركتكم الفعالة بصناعة الخبر، اخترنا اليوم أحد مواضيع من اقتراحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي لنطرح ملف أطفال سوريا اللاجئين، وهو من اختيار المتابع ضياء الدين الذي قال إن أوضاع الأطفال اللاجئين باتت مؤلمة وهم يضطرون للعمل في ظروف قاسية من أجل لقمة العيش، وتساءل ضياء عن دور المنظمات الدولية المعنية لمنع ذلك. إذن في هذا الإطار اخترنا لكم هذا التقرير الذي أصدره المصعد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان والشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقرير مشترك تناول ظاهرة عمالة الأطفال من سوريا في الأردن الذين وصل عددهم بحسب التقرير إلى أكثر من 60,000. يعانون إذن من ظروف قاسية لا تتوقف عند تدني الأجور أو العمل لساعات طويلة وشاقة، بل تمتد إلى تعرضهم أحيانا للاستغلال وللعنف ولظروف العمل الخطرة. التقرير قال إن 51.4% من مجموع اللاجئين السوريين في الأردن البالغ عددهم 1,300,000 هم أطفال بمجموع 668,000 طفل، إضافة إلى أن 41% من مجموع اللاجئين من فلسطيني سوريا في الأردن البالغ عددهم 16,000 لاجئ هم أطفال أيضا بمجموع 6,560 طفلا. التقرير الحقوقي الأوروبي بيّن أن الأسباب التي تقف وراء عمل أطفال سوريا في الأردن متعددة، منها ارتفاع تكاليف المعيشة حيث تصنف العاصمة الأردنية عمان بأنها الأغلى في الشرق الأوسط، فيما لا تشمل المساعدات النقدية المباشرة المقدمة من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سوى قرابة 10% فقط من مجموع اللاجئين. أيضا تعاني الكثير من العائلات من فقدان المعيل، حيث أن 30% من الأسر الفلسطينية السورية في الأردن تعيلها النساء. بجانب ذلك لفت التقرير إلى أن هناك أكثر من 90 طفلا في الأردن لا يتلقون أي نوع من التعليم، منهم 60,000 طفل خارج المدارس، يعني تقرير قصد 90,000 طفل. أضاف أيضا التقرير أن الأطفال يجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز 8 ساعات يوميا، كما أن 80% منهم لا يحصلون على إجازات، ذلك في مقابل أجور متدنية تتراوح ما بين 127 و211 دولارا للشهر الواحد. التقرير أيضا ذكر استنادا إلى إحصاءات دولية أن 36.9% من عينة شملت 368 طفلا من السوريين العاملين في الأردن قالوا إنهم تعرضوا لإصابات عمل استدعى تدخلا طبيا، فيما أفاد 24% من هؤلاء الأطفال السوريين الذين يعملون تحديدا في مخيم الزعتري أنهم لم يتقاضوا أجرا مقابل عملهم، بينما ذكر 15% أنهم تعرضوا لعنف جسدي أثناء ممارسة العمل. للحديث إذن مشاهدينا على كل هذه المواضيع ينضم لنا عبر الهاتف مباشرة من بروكسل السيد فاضل عبد الغني، إذن مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. أستاذ فاضل مساء الخير، أهلا بك معنا. إذن هذا التقرير الذي يتحدث عن الظروف القاسية للعمالة السورية من الأطفال في الأردن تحديدا، طبعا عملتم عليه كشبكة سورية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المصعد الأورو متوسطي، بما أنكم الجهة التي أصدرت هذا التقرير نريد من حضرتك تفاصيل أكثر، العينة التي ربما تمت عليها هذه الدراسة، الأسباب، ما رصدتموه بالضبط فيما يخص هذا الموضوع؟ على التقرير هو يعني تم العمل عليه بشكل واسع عبر باحثين ميدانيين بشكل أساسي، ويعني أوردنا ضمن الدراسة يعني عدد من الشهادات وعدد من اللي التقينا معهم حتى يعني يتبين أنه تمت في لقاءات حقيقية و يعني أطفال بمناطق مختلفة في الأردن، ليس فقط في المخيم الزعتري أو في العاصمة الأردنية، في مناطق مختلفة، ويعني هذه حقيقة صادمة وصاعقة، وبالتالي نحن لدينا كل هؤلاء الأطفال الذين يعملون، يعني أطفال تعمل يعني أنها
القسم الأكبر منها كما ذكرنا هو خارج المنهاج التعليمي بدل أن يدرس. لماذا هذا الأمر؟ لأنه تبين لنا أن وكما أورد وأشار التقرير أن يعني 80% من اللاجئين السوريين هم نساء وأطفال، وبالتالي هو يعمل كمعيل لوالدته أو لأخوته الذين هم أصغر منه سنا، هو اضطر للعمل واضطر لترك الدراسة، الدراسة أصبحت بالنسبة له للأسف شيء ترفيهي. وأثناء ظروف العمل هو لا يأخذ نفس الأجر، يعني لو أنه طفل مثلا من المجتمع المحلي الأردني لا يتعرض إلى نفس ما يتعرض له لاجئ سوري، أنه إذا لا يوجد له سند قانوني، لأنه إذا اشتكى هو بالأصل مخالف فما بيحسن يروح يشتكي لا للمفوضية ولا لسفارة ولا لأي شيء، وبالتالي هو يتعرض إلى انخفاض في الأجور وإلى عمليات تحرش وإلى ابتزاز وكل ما. طيب في حال اعتداءات كما ذكر التقرير، هناك بعض الأطفال يعني تعرضوا لعنف جسدي أثناء ممارسة العمل، بعض الأطفال يعني عملوا لساعات طويلة ولم يتقاضوا الأجور، يعني حتى إذا ربما تجاوزنا أنه فكرة أن الطفل يعمل، حتى ربما حقوقه كربما على الساعات التي عملها أو أن يعمل بدون حتى عنف جسدي لم تتحقق، وقلت بأنه لا يمكنهم أن يقدموا شكاية إلى منظمة مفوضية لشؤون اللاجئين أو إلى أي جهة، لماذا؟ لأنه هو بالأصل لا يحق له أن يعمل، يعني أول شيء هو طفل، ثاني شيء الأردن هو لا يسمح بالسوريين بان يعملوا، وهذا يعني للاسف الشديد حتى انه ما ينافس بسوق العمل لانه عم ياخذ اجور اقل من الاردني اللي هو المرتاح عنده بيت او ما الى ذلك، وهذا يعني امر منطقي. لكن بالمقابل يجب على المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين ان تهتم بهذا الامر وان تعالج موضوع عماله الاطفال وترعى الأسر التي تضطر أطفالها إلى العمل. طيب أنتم كجهة حقوقية قمتم ربما بإلقاء الضوء برصد هذه المعاناة من خلال هذا التقرير، ونحن بدورنا أيضا نعرضها أيضا ونعرض ما تساءل به متابعنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن دور المنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل بحقوق اللاجئين لمنع ذلك، لمنع هذا العنف ومنع ما يمارس على أطفال سوريا. هل قمتم بأي اتصالات مع المنظمات الحقوقية بهذا الشأن، مع اليونيسف، مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أم هذا خارج نطاق عملكم أم قمتم بذلك؟ لا، هو ليس خارج نطاق العمل، هو في صلب العمل، وهذا هو الهدف من هذا التقرير أنه إيصاله، وهذا ما نتحدث به الآن مع الاتحاد الأوروبي ومشكلة اللاجئين ومشكلة الهجرة إلى أوروبا وما إلى ذلك وعمليات المناصرة المستمرة، وهو الهدف من هذا التقرير، ومشكورين يعني كل الذين قمتم بتغطيته بهدف عمليات الضغط وبهدف تسليط الضوء على هذا الأمر وأيضا إيصاله إلى الجهات المعنية، وخاصة الضغط على المانحين لإيفاء بتعهداتهم الذين تعهدوا بها، لأن الأمم المتحدة هي تقول أن لديها عجز وهذا أمر حقيقي في. طيب من خلال اتصالاتكم هل تلقيتم أي أجوبة، أي جهود لمنع ذلك في من قبل أي منظمة من المنظمات الدولية في الأردن؟ يعني بالحقيقة الحكومة الأردنية يعني تعاونت في هذا التقرير، وكان هناك بعض اللقاءات حتى مع بعض المسؤولين، لكن أيضا الحكومة الأردنية تقول دائما أن هناك لديها عجز وأن الأمم المتحدة لا تفي بالتزاماتها التي تعهدت بها، وأن المدارس لا تستوعب، وأن إمكانيات البلد محدودة، ليست بلد غني وما إلى ذلك. وبالتالي نحن نعود إلى جذر المشكلة، أن تدفق اللاجئين سوف يستمر ما دام هناك تطوف، وعمالة الأطفال هي فرع عن مشكلة اللاجئين اللي هي فرع عن الأزمة السورية، وهكذا ندخل في تفاصيل أكثر وأكثر. لكن إذا تحدثنا كما ذكرت لك في قضية اللاجئين تحديدا، المانحين لم يفوا حتى الآن ب 40% مما تعهدوا به، وهذا يعني رقم بسيط جدا، ويبدو من يعني جهود أكبر حتى من التجار السوريين والعرب وما إلى ذلك، أن يكون هناك يعني بذل جهود أكبر لإيصال معونات، وأن المشكلة السورية كثير من يعني الناس اعتقدوا أنها انتهت، يعني لأنه صارت مدة أزمة. نعم.
أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا فضل عبد الغني مؤسس ومدير شبكة سورية لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من بروكسل. من عمالة الأطفال إلى عمالة النساء التي انتشرت في دمشق بالتحديد في مناطق سيطرة النظام نتيجة الفقر والقتل المباشر الذي يستهدف الرجال في الغالب، لم يعد لدى النساء وأطفالهن من وسيلة للحصول على لقمة العيش بعد غياب المعيل إلا العمل بمهن كانت حكرا على الرجال. تقرير زميلة منى عواد والتفاصيل. ليس غريبا على النساء والفتيات السوريات ملازمة الرجال في أعمال الحياة اليومية، سواء في معامل أو شركات وحتى في أسواق عامة وفي مجالات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها. لكن ظاهرة غير مألوفة بدأت تنتشر مع اشتداد حملات النظام في سوق الشباب إلى الخدمة في الجيش، وهي العمل في مهن غلب عليها الطابع الذكوري، منها المقاهي والبيع في سوق الهال وقيادة وسائل نقل عامة وغيرها، بعدما كانت هذه المهن وغيرها من نصيب الرجال. بدأت المرأة ملأ فراغ تغيب الشباب في سوريا، ولوحظ توجهها إلى شغل شواغر جديدة في الحياة الاقتصادية في مهن كانت حكرا على الرجال لتأمين مصاريف الحياة اليومية والمعيشية، بعد أن غيبت حرب النظام على الشعب رب الأسرة لتصبح المرأة فجأة معيل الأسرة. أسهمت المعارك المحتدمة على الأرض السورية وحملات الاعتقال المتواصلة من قبل نظام الأسد لإلحاق الشباب بالجيش في تفاقم هجرة الذكور وإفراغ البلاد من الشباب، ولعل نزوح آلاف من الأسر من الريف إلى العاصمة دمشق بحثا عن الأمان أهم أسباب ظاهرة عمل النساء التي انتشرت كثيرا في دمشق. السنتين الأخيرات الوضع تغير كثير، أولا زيادة عدد النازحين والأسر أغلبها إجت على دمشق، وثانيا أنه في عندك العنصر اللي المهم اللي هو كان عم يشتغلوا هاي الأسرة اللي هو عنصر الشباب، اليوم ما عاد ضمن هاي المنظومة الاقتصادية اللي هو عاد يعيل أسرته، بالعكس هو ممكن يكون صار عبء على أسرته خاصة بعد حملة السحب الأخيرة تبع الجيش أو الاحتياط. وفي سبيل الحصول على لقمة العيش، هذه السيدة تبيع الخبز في شوارع دمشق بعد أن أرغمتها الظروف على ذلك. عندي 7 سنين أولاد، ما في رجال، ناس ماتوا، ناس بالسجن وناس هربوا من البلد. شو بدنا نعمل؟ نشتغل ربطة 50 من 60 70، بدنا نعيش، ما في. أولادنا عم يشتغلوا بالمطاعم، أولادنا بناتنا بتشتغل. إعلام النظام سعى إلى تجميل الظاهرة وبات يتناول إقبال المرأة على الأعمال التي لم تمارسها من قبل من باب الشجاعة والنضال، وأن المرأة السورية لا يقف في وجهها شيء. كان ذلك للتغطية على المشكلة الأساسية، وهي ضرب بنية المجتمع السكانية عبر تهجير فئة الشباب التي تشكل دعامة المجتمع السوري. ولفت خبير اقتصادي من دمشق رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية إلى أن معظم المؤسسات العامة والخاصة تشكو نقص اليد العاملة الشابة، بدءا من مراقب الدوام وصولا إلى الأطباء والمهندسين. ومن المتوقع أن تتعاظم النتائج المترتبة على زيادة عمل النساء في سوريا على الحد المألوف، ما يخلف نتائج اجتماعية خطيرة على المجتمع السوري الذي شهد كوارث اجتماعية واقتصادية كثيرة منذ اندلاع الثورة ولم تتكشف نتائجه بوضوح بعد. فقرتنا مستمرة مشاهدينا فيها بعد قليل. أول جزيرة اصطناعية من نوعها في العالم تدشن في دبي. أهلا بكم من جديد. يحتفل العالم في 26 يونيو من كل عام باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة كنتاج توصية صادرة عن المؤتمر الدولي المعني بمكافحة إساءة استعمال المخدرات والتجارة غير المشروع بها. تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة كشفت بأن هناك 230 مليون شخص تعاطوا المخدرات الممنوعة مرة واحدة على الأقل،
بينما هناك 27 مليون شخص في العالم يدمنون المخدرات، أي بمعدل واحد من كل 200 شخص على مستوى العالم. كما ذكر تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أن نسبة المدمنين على المخدرات في العالم العربي تتراوح ما بين 7 إلى 10%، وأن معظم المدمنين من فئة الشباب، ذلك بسبب المتغيرات التي حصلت في السنوات الأخيرة خاصة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. عبر الهاتف إذن معنا من صفاقس الأخصائية النفسية الدكتور ريم سلامي، عضو جمعية تونسية للوقاية من تعاطي المخدرات. هذا التقرير تحدث عن أنه 27 مليون شخص في العالم يدمنون المخدرات، لكن والملاحظ من سنة إلى أخرى في العصر الحالي هذا العدد يزداد، عدد المدمنين في ازدياد، ما الأسباب دكتورة؟ الأسباب عدة. لازم على الأقل نعرفوا أنه الإدمان يتميز بعدم القدرة المتكررة للسيطرة على السلوك واستمراره على الرغم من معرفة عواقبه السلبية. فالإدمان لا يستقر بين عشية وضحاها، هناك عدة مراحل، كاستهلاك في بعض الأحيان، ثم إساءة الاستهلاك، ثم الإدمان حيث يفقد المستهلك السيطرة على سلوكه. هذا السلوك يتكرر، هو ينجر عن التفاعل بين المادة المستهلكة والمستهلك والبيئة. هذا الاستهلاك يؤثر على نظام المطعم ويصبح أيضا بالتخفيف. طيب دكتورة ريم، يعني الملاحظ في هذا الوقت الحالي بأنه فئة الشباب ربما أو فئة المراهقين هم يعني ربما أكثر عرضة للإدمان، أكثر رغبة بربما تجربة كل ما هو جديد في العصر الحالي. هنا نتحدث عن توعية الشباب، نتحدث أيضا عن تحدي لإبعادهم عن المخدرات في الزمن الحالي. ما المسؤولية الملقاة على الأسرة، على المجتمع لتوعية الشباب أكثر بمدى خطورة الإدمان؟ صحيح، هو تحدي المجتمع بالنسبة للدولة ككل. طيب دكتورة ريم، الصوت لا يصلنا بشكل واضح، سنحاول الاتصال بك في نشرات لاحقة، لكن أشكرك على كل حال على هذه المداخلة. معنا دكتور ريم سلامي، عضوة الجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من صفاقس التونسية. استعصى لقب كوبا أمريكا في العام الماضي على العديد من النجوم البارزين، على الرغم من تألقهم في فعاليات هذه البطولة، منهم الأسطورة البرازيلي بيليه والأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا وأرسينيو إريكو نجم باراغواي السابق. كان آخر هؤلاء النجوم الذين استعصى عليهم لقب كوبا أمريكا هو ميسي، إذ فشل في قيادة منتخب بلاده إلى الفوز باللقب في النسخ الثلاث الماضية. فهل تكسر العقدة في الولايات المتحدة الشهر المقبل؟ من البرازيلي بيلي والأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا وليونيل ميسي يمثلون حقبة تاريخية في تاريخ كرة القدم، ولكنهم جميعا تعرضوا لصدمة هائلة في بطولات كأس أمم أمريكا الجنوبية. وعلى مدار مشاركات كل منهم في البطولة استعصى اللقب عليهم، وإن كانت الفرصة لا تزال سانحة أمام ميسي لتغيير هذا الواقع المؤلم لأساطير كرة القدم. ويبدو أن لعنة كوبا أمريكا استحوذت على ميسي أيضا، إذ فشل اللاعب المتألق مع برشلونة الإسباني في الفوز بأي لقب في كوبا أمريكا حتى الآن. وخاض ميسي البطولة القارية للمرة الأولى في 2007، واستطاع الفريق الأرجنتيني في هذه النسخة التي استضافتها فنزويلا، إذ قدم عروضا رائعة وسجل العديد من الأهداف حتى بلغ النهائي، لكنه سقط أمام نظيره البرازيلي بثلاثية نظيفة في النهائي. وعلى غرار مارادونا عام 1987 تعرض ميسي الفائز آنذاك بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في عامين متتاليين لصدمة هائلة في كوبا أمريكا 2011 بالأرجنتين، حيث ودع مع الفريق البطولة بالهزيمة أمام أوروغواي بركلات الترجيح في دور الثمانية.
وبدا أن الفرصة سانحة لتعويض هذا الإخفاق من خلال كوبا أمريكا 2015 في تشيلي، ولكن الفريق الأرجنتيني لم يحقق التوقعات المرجوة أيضا، وسقط بركلات الترجيح أمام منتخب تشيلي في النهائي، ليفشل ميسي مجددا في الفوز باللقب القاري. وبالطبع ما زالت الفرصة سانحة أمام ميسي لكسر هذه اللعنة والتتويج بلقب كوبا أمريكا في الولايات المتحدة الشهر المقبل. دشن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم تيراس برج العرب، هي أول جزيرة اصطناعية من نوعها في العالم أطلقتها دبي القابضة، ويكمن تفرد الجزيرة في كونها الأولى من نوعها في العالم، المكونة من بناء فولاذي ضخم يصل وزنه إلى أكثر من 5000 طن. للمزيد دائما المشاهدين تابعونا على موقعنا الإلكتروني أيضا عبر فيسبوك وتويتر، وتابعوا بثنا مباشر على موقع تلفزيون الآن على الإنترنت. بهذا نصل إلى ختام، شكرا متابعة، أطيب تحيات لكم من فريق العمل ونشط 12 توقيت السعودية مع الزميل محمد عمر.